بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتعرف في هذا الفيديو على معنى كلمة EBA ولماذا نستخدمها وفيما نستفيد منها. أولا، معنى كلمة EBA هي اختصار لكلمة American Psychological Association، وهي تعني رابطة علم النفس الأمريكية أو الجمعية الأمريكية لعلم النفس. EBA ستايل تم إيجاده من قبل الجمعية الأمريكية لعلم النفس. ليه وجدوه ولماذا نستخدم هذا الأسلوب؟ نستخدم الـ EBA ستايل أو نظام EBA في توثيق الأبحاث العلمية، أو عندما نريد توثيق المعلومات في رسائل الماجستير والدكتوراه والأبحاث العلمية المختلفة. على سبيل المثال، عندما أقوم بكتابة بحث علمي أو جزء في رسالة ماجستير أو دكتوراه كما أمامكم الآن، بلاحظ أن هذا الكلام المكتوب من أول السطر لحد ما أوصل لهنا، الكلام ده ليس كلام الباحث ولكنه كلام منقول عن هذا البحث سنة 2007 بداية من صفحة 4 إلى صفحة 5، وكذلك هذا الكلام بداية من هنا لحد ما أوصل لهنا، الكلام ده بقول أن ده مش كلامي أنا كباحث علمي، ولكني بقول اللي قال الكلام ده هذا الباحث، وهذا الباحث سنة كام والصفحة اللي كان موجود فيها هذا الكلام. وكذلك الحال في لما أجي أشوف من أول السطر ده بداية من هذه الكلمة لحد هذه الكلمة، بقول إن اللي قال الكلام ده فلان وفلان، وكان من بحث علمي سنة كذا وموجود في صفحة كذا. وكذلك الحال بالنسبة لهذه الكلمات اللي قالها هند بن خليفة. هكذا عندما أكتب أي بحث علمي فإنني أوثق المراجع التي استخدمتها والمراجع اللي أنا جبت منها الكلام اللي مكتوب في الرسالة بتاعتي، سواء كانت ماجستير أو دكتوراه أو بحث علمي أيا كان هذا البحث. كذلك الحال بستخدم نظام الـ EBA ليه؟ عندما أريد توثيق المراجع التي استخدمتها داخل الرسالة أو داخل البحث الخاص بي. لو جينا كده شفنا مثال، بقول المراجع هنا وبكتب المرجع الفلاني دون أنا استخدمته، فبكتب شكل المرجع بهذه الطريقة، اسم الباحث والسنة والعنوان بهذه الطريقة بنظام الـ EBA ستايل. وكذلك الحال بالنسبة للمراجع اللي باللغة الأجنبية بتكتب بطريقة معينة، وهذه القواعد سوف يتم إن شاء الله أرضاها في الفيديوهات القادمة بإذن الله. ولكن إذا لم أسند هذا الكلام إلى صاحبي، بكده أنا بكون قمت بعملية انتحال أو قمت بعملية سرقة لمادة علمية. خدت الكلام اللي قاله فلان في كتاب أو في مرجع أو في بحث علمي آخر أو في رسالة ماجستير ودكتوراه، ولم أقول أن هذا الكلام قاله هذا الباحث ولم أسنده إلى صاحبي، وبكده بكون أنا قمت بسرقة مادة علمية وسرقت عدد من الكلمات. ده معنى كلمة EBA و EBA style. مين اللي عمل هذا النظام؟ عمل هذا النظام الجمعية الأمريكية لعلم النفس، وهم ليهم موقع على شبكة الإنترنت، الموقع بتاعهم www.eba.org. الجمعية الأمريكية لعلم النفس أو رابطة علم النفس الأمريكية عاملة ليها موقع الإنترنت بتنشر فيها باستمرار EBA ستايل، وبتنشر القواعد الخاصة باستخدامه داخل الرسائل العلمية. وهنلاقي إن في أكتر من ستايل في الـ EBA، أو أكتر من إصدار أو أكتر من فيرجن. فبنلاقي عندنا EBA ستايل 1 و2 و3 و4 لحد ما بنوصل لـ EBA الستايل السادس، واحنا دلوقتي بندرسه قدامنا. وبنلاقي في البابليكيشنز بتاعتهم بنلاقي الـ EBA بوك أو الكتاب الخاص بشرح النظام الـ EBA، وبنلاقي كمان فيديو، وبنلاقي العديد والعديد من المنشورات. يبقى إذن عرفنا معنى كلمة EBA، فيما نستفيد بها؟ نستفيد بها في توثيق الأبحاث العلمية وكتابة المراجع عند كتابة أي بحث علمي، سواء كانت رسالة ماجستير أو دكتوراه، حتى أنسب العلم لقائلي وأنسب الكلام إلى صاحبه الأصلي، حتى لا أقع تحت طائلة القانون في سرقة الأبحاث العلمية سواء كانت في الرسائل أو الكتب الأخرى. من أهمية الـ EBA، لماذا الـ EBA والـ EBA مشهور بإيه؟ الـ EBA أصبح ضروريا ولا غنى عنه، لدرجة أن كل أو معظم المجلات العلمية والناشرين العلميين على شبكة الإنترنت أصبحوا بيدولك توثيق الأبحاث والمقالات داخل الأبحاث بتاعتهم. لو جينا شفنا مثلا
المجلة الإسترالية لعلم النفس، المجلة الإسترالية آسف، لتكنولوجيا التعليم أو لتكنولوجيا التعليم، بنلاقي إن موجود هنا عنوان البحث، وموجود البحث ده مين اللي أنتجه، وبنلاقي هنا الملخص، وبنلاقي مقدمة. لو نزلنا إلى نهاية هذه المقالة بنجد شيئا هاما جدا، إن حتى الأبحاث العلمية الموثقة داخل المجلة مكتوبة بنظام الـ ABA كما هو ظاهر أمامكم الآن، وكذلك بنلاقي النصوص المستخدمة داخل المقالة العلمية مثل هذا الباحث بيقول إن الكلام ده منسوب إلى هذا الباحث وسنة كام، والكلام ده منشور لهذا الباحث وسنة كام. يبقى بنجد الناشرين العلميين أو المجلات العلمية المتخصصة في العلم بتبدأ تستخدم دلوقتي نظام الـ ABA، وكمان بنجد إن معظم المجلات العلمية أصبحت توفر ميزة في قمة الروعة. هذه الميزة متمثلة في إن هو في نهاية كل بحث علمي بيدي لك بليز سايت آز، يعني بيقول لك لو سمحت استخدم هذا الأسلوب في توثيق هذا البحث لو أنت هترجع ليه، وبيروح على طول عطيلك بالشكل اللي قدامنا دون التوثيق العلمي بنظام ABA ستايل 6. وكذلك لو جينا على IGI وهو ناشر علمي، هذا بحث علمي بيقول لك اللي عمله فلان وفلان وفلان، ونجد هنا دايما بيقول لك سايت ارتكل او ازاي ان انت تستخدم التوثيق العلمي لهذه المقالة. عند الضغط بالماوس عليه بنجد انه بيفتح لك نظام التوثيق لهذه المقالة كما سيظهر امامنا باذن الله الان. بيقول لك ان انت لو تستخدم نظام الـ MLA بيكون التوثيق العلمي هكذا، ولو استخدمت نظام الـ ABA الخاص بالجمعية الامريكية لعلم النفس بيكون التوثيق العلمي لهذه المقالة بهذا الشكل او لهذا البحث العلمي. ما علي الا ان انا بروح واخده كوبي بهذا الشكل وباخده نسخة وبروح مداخل في الرسالة العلمية بتاعتي وباجي هنا واروح جاي اعمل له عملية لصق، فبينزل على طول زي ما انتم شايفين قدامنا التوثيق العلمي لهذا البحث العلمي او لهذه المقالة. كذلك لو جينا بصينا برضو على ناشر اخر، ناشر علمي اخر، بنلاقي هنا عنوان البحث وبيقولك لو انت عايز البحث نصا كاملا، وفي نفس الوقت بيديلك على طول توثيق هذه المقالة بنظام الـ ABA. يبقى اذا بنجد ان الـ ABA ستايل او نظام التوثيق الابحاث والمراجع داخل الرسائل العلمية او داخل الابحاث العلمية اصبح مشهور واصبح بيعتمد عليه العديد من الناشرين، وسواء على شبكة الانترنت او سواء الناشرين العلميين حتى في الابحاث الورقية في بعض الاحيان لو عايز تطبع هذا البحث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.